السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصعب، how are you? This is your homework. Start a number 20 to a number 24 from Surah Al-Mursalat. Focus with me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. السلام عليكم ورحمة الله.